ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. ومرحبا بكم في قناة سومازان تيفي. اليوم إن شاء الله غنحضر جميع الملوي طريقة ناجحة سهلة وبسيطة بدون تعب أو أنك تستغرقي وقت طويل في التحضير دياله. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير، انا غنحط لكم العبار بالزلافة، ما يعادل 250 غرام من دقيق صلب فينو و250 غرام من الدقيق الابيض، القليل من الملح، نصف ملعقة صغيرة يعني راس معلقة صغيرة من خميرة الخبز ممكن الاستغناء عنها، وغنحتاج الزيت والزبدة للتوريق وخميرة الحلويات. غنبدا نخربل الدقيق اللي عندي هو وفينو دقيق الصلب، غنضيف الملح والخميرة ونجمع العجين ديالي بماء دافئ، الماء يكون دافي ماشي سخون بزاف. انا هنا بديت كندلك فيها شويه باش العجين يجي طري، واللي عندها العجانه ممكن تستعين بها. وكيف كتشوفوا معايا انا دلكتها مزيان ولات على هذا الشكل، وما تكونش العجينه خفيفه وما تكونش يعني قاصحه بزاف، يعني ما تكون خفيفه ما تكون قاصحه. غنخليها ترتاح تقريبا نصف ساعة عاد نخدم بها باش تكون سهلة في التوريق. هنا من بعد نصف ساعة كيف كتشوفوا معايا راه ترخفت ليا مزيان. دابا غنبدا نعمل كويرات صغيرة او متوسطة، المهم على حساب الحجم ديال الملوي اللي بغيتو. فإلا بغيتي الملوي يكون كبير فديري كويرات كبيرة في الحجم. غنبقى مستمرة في تشكيل الكويرات، غنحاول انني نسرع الفيديو باش ما نطولش عليكم، ومن بعد ندوز لتوريق العجين. من بعد ما كملت تشكيل العجين غنحتاج للتوريق سميدة ناعمة كتكون رقيقة، يعني سميدة رقيقة. كنضيف لها البيكين باودر أو خميرة الحلويات، فهاد الطريقة كتساعد على التوريق. وناخد الزيت والزبدة، فأنا هنا غندوب الزبدة ونضيفها مع الزيت، نمزجهم مع بعض. وغندى على بركة الله نسرح العجين باستعمال الزيت والزبدة اللي سبق ومزجتهم مع بعض. غنحاول نورق العجين، ونرشها بالزيت والزبدة والسميدة رقيقة، ونشكلها بهذه الطريقة. فالفيديو واضح وكيوضح لكم كيفاش قديت العجين صافي، ونحطها على جانب ترتاح حتى نرجع ليها من بعد. غنوريكم طريقة أخرى للتوريق كتعطي نفس النتيجة، كيجي الملوي مورق. كنسرح العجين باستعمال الزيت والزبدة والسميدة، وناخد سكين أو أي أداة حادة ونعمل هكا شرطات أو خطوط، يعني هكا كما كتشوفوا معايا. الفيديو غيوضح لكم كيفاش خدمتها.
نسرحها وندورها على صباعي بهذه الطريقه، ونبقى نبسط بايدي وندورها على صباعي حتى نكملها على الشكل كيف ما هو واضح بالنسبه لكم. وغنرجع للطريقه الاولى فهي المعتمده عندي، وغنبقى مستمره هكذا حتى نكمل جميع الكويرات. ونخليكم مع الفيديو باش توضح لكم مزيان الطريقه. هنا من بعد ما ارتاح لنا العجين اللي شكلنا، غنبدا نبسط فيه ونرش القليل من خليط الزيت والزبده ونستعمل حتى السميده. من بعد غنبدا نلف فيها بهذه الطريقه، يعني نلفها على نفسها غير ندفعها ما نكروزهاش. وطبعا ما نساوش السميده. مستمرة على نفس الكيفية هكذا كما كتشوفوا حتى نتمم العجين كامل اللي عندي. من بعد ما تممت العجين كناخذ العجين ونضغط عليه بهذا الشكل. هنا راه مازال ما مطلوقش، غنخليها ترتاح تقريبا 15 دقيقة ونبدا نسرح فيها. من بعد ما ارتاحت غنبدا نبسط فيها، ولكن تبقى شوية غليظة وما نرقوهاش ثاني بزاف، يعني ما غليظة ما رقيقة. وانا كنسرح في العجين في نفس الوقت حطيت المقلاة اللي غنطيب فيها فوق النار تسخن شوية، ورشيتها بشوية ديال الزيت باش نحط فوقها الملوي وهي سخونة. كنحط الملوي في المقلاة من بعد ما سرحتها باش تحمر ليا من الجهتين بسوج. كنرش شوية ديال الزيت والزبدة، اللي ما كيبغيش ليدان بزاف ما يكترش من الزيت والزبده، يعني قلل منهم. كنبقى مستمره هكا حتى طيب ليا الملوي. غنزيد معكم وحده اخرى باش تشوفوا كيفاش كنسرحها غير ما تكونش رقيقه بزاف، من الاحسن باش يجيكم الملوي عامر شويه. نخليوها تحمر من الجهتين تاخذ داك اللون اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. طبعا غنبقى مستمرة على نفس الكيفية حتى نتمم الملوي ديالي كامل، نطيبه ونوريكم في الأخير كيف جا. الملوي ديالنا وجد، كيجي على هذا الشكل مورق ولذيذ. واللي عجبو الفيديو ما ينساش يشترك في القناة ويضغط على جرس التنبيهات باش يوصلكم جديد وصفاتي.